في التقرير الخاص إهمال التسربات النفطية البسيطة يجعلها أكثر خطورة، فما هو الحل المناسب؟ تقرير هنادي رحمة. أن تقول تسربا نفطيا يعني أن توجه نظرك مباشرة إلى مشهد كهذا، باخرة تشبع البحر زيوتا ومواد ملوثة. إلا أن هذا ليس كل شيء، فالمشهد لا يكتمل فعلا إلا إذا وجهت نظرك نحو البر أيضا، فهنا مولد كهربائي، وهناك محطة وقود، هنا جراج ميكانيك، وهناك طرقات تحتلها بقع الزيت. ما يعني باختصار تسربات نفطية بسيطة اعتدت رؤيتها فباتت عادية بالنسبة إليك، وربما يكون قد غاب عنك أنها تلوث من الأكثر خطورة يتجه مباشرة نحو المياه الجوفية التي ستعود وتدخل بيتك من جديد. أكبر كارثة نفطية بالولايات المتحدة صارت سنة 89 باخرة اسمها الإكسون فالديز، فضت بالبحر على شواطئ ألاسكا حوالي 12 مليون جالون. لما عملوا دراسة لقوا كل 7 شهور في كميات تسرب بسيطة بتعادل الإكسون فالديز بالعالم. حاليا الأرقام الجديدة بتقول كل 6 شهور. تنظيف التسربات البسيطة والتخلص منها عملية صعبة ومكلفة، إلا أن الحل بات متوفرا في لبنان بالتعاون مع عدد من الجمعيات البيئية أبرزها الأزرق الكبير. في تكنولوجيا جديدة اكتشفت بالعالم من حوالي 10 سنين، هالتكنولوجيا اسمها CI agent، هو بوليمر يعني، وهو البيس للبلاستيك، لنقربها للناس اللي مش أصحاب اختصاص. لما هالبوليمر يتلمس مع النفط بيتفاعل مع الهيدروكربون، أي نوع من أنواع الهيدروكربون، إن كانوا كرود أويل نفط خام، ولا إن كانوا بنزين أو نفط خفيف موجود بكميات كتير بسيطة، هالبوليمر بيتفاعل معه وبيتجمد يعني بيتشكل مادة صلبة بتفوش على وجه الماء، ممكن نحنا نشيلها بسهولة. هالبوليمر هذا هو بوليمر غير سام وصديق للبيئة 100%. اللافت هو أنه بالإمكان إعادة استخدام هذه المادة المجمدة لصناعة البلاستيك في إطار حل بيئي يمكن أن يتحول إلى وسيلة تستخدم لكل الماكينات والآلات المعرضة للتسربات النفطية. نعمل سيستم ممكن يتركب تحت كل هذه الستراكشر وما بيكلف كتير، ما بيكلف شيء مقارنة مع الضرر اللي بيمنعه. أي تسربات بسيطة بتصير لما تنزل بتمرق من خلال هالستراكشر على هيدا السيستم وبيتجمد، يعني مية الشتاء بتبطل تاخده وبتمشي فيه، المي بتمرق من هيدا السيستم، إنما الهيدروكربون بيتجمد وبيضلوا موجود بهيدا السيستم. حتى المية الشتاء اللي بتمشي على الهاي واي وبتروح بمصارف مية الشتاء كلها بينعمل لها فلتريشن عشان يشيلوا من الهيدروكربون والكيميكلز عشان ما تروح على المياه الجوفية. وزارتا الطاقة والبيئة أبدتا اهتماما بهذه الوسيلة الحديثة لحماية البحر والمياه الجوفية بانتظار خطوات عملية تجعل منها منظومة يستخدمها القطاعان العام والخاص، فيقطعان شوطا كبيرا في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها.